اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج ليالي مجان بالنسخه الثالثه لهالنهار الرابع والعشرين من رمضان 1434 هجريا والموافق الثاني من اغسطس 2013 ميلاديا. اليوم ضيوفنا مميزين مثل كل يوم ضمن سهرتنا، واكيد السهره ما بتكون لوحدي انما مع زميلي هيام. بمسي عليها بالخير. مساء الخير هيام. مساء النور حبيبتي لور. مساء الخير لجميع المشاهدين متابعين برنامج ليالي مجان بنسخته الثالثه واللي يطل عليكم عبر قناه مجان الفضائيه من مسقط جراند مول. هذا المول اللي خاصه في فتره رمضان فيه كثير من الانشطه والفعاليات، وايضا في كثير من الزوار وخاصه في الأيام قبل العيد. قبل أن نتعرف على ضيوفنا المميزين لهذه الحلقة نمسي بالخير على زميلنا سليمان. مساء الخير سليمان. جاء من جديد لكم متابعينا، بكل تأكيد تحية للزملاء يا له الجابرية وتحية للور جسار. أكيد ليلة جديدة مثل ما تعود كذا نطلع عليه دمول على قناة مجان الفضائية وعلى برنامج ليالي مجان في الموسم الثالث للسنة الثانية من هذا المول. إذا نحن نسعد كذا كل ليلة نصحبكم بضيوفنا الغاليين اللي موجودين معنا، نجوم من الساحة العمانية. أيضا نسعد بتواصل زوار اللي موجودين هنا في الجراند مول، نلتقي معاهم. كذلك نستقبل رسائلكم اللي تصلنا على رقم الواتساب. خليكم دائما متابعين لنا، أكيد عندنا الكثير اليوم حتى إن نقدم لكم. فقط نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لكم، فخليكم متابعينا لحد الساعة. المقدم ايضا مذيع، نعم، لكن المذيع احيانا يكون غير يعني يختلف بعض الشيء ممكن، لكن انه باصرار انه هذا الدور لك، لكن مسؤوليه مباشره للفنان، فانا ما لي علاقه. وانا مستعد اي شركه انتاج تجي ويقول لي هذا نصي اطلع له كل النقاط الضعف اللي فيه. عندك شركه انتاج تكون من البطل وتجيب اخوانك وتجيب اولاد عمك وتجيب اولاد خالك كلهم بيشتغلوا بالمسلسل. شاب يقدم هيك برنامج مش امراه، لأن ما شاء الله يعني كل واحد يعرف يجاوب يعني على قد السؤال وأكثر. Thank you.
اليوم؟ ونحن حاليا يعني في وقت ملح جدا. في الوقت اللي ترتبط فيه إدارة القناة الرياضية، يعني خلنا أعطيك مثال. الحمد لله أجواء جميلة جدا، مثل الكمانجة مثل الجيتار، فكانت بيانست يعني من درجة أولى حقيقة. إلى الآن أكون صريح معك، لا، المخرجين لهم خط معين، ولكن على هذا الأساس نرحب بالجميع ونتمنى لهم إن شاء الله تسوق سعيد. رمضان كريم عليكم مشاهد أنوار. نزلنا بنفس ديكور الفصل الدراسي الأول لسبب، والترجمة والتحرير اللي يتقن الترجمة هذا اللي مفروض يصير. إذا نبي نكون صحيين أو عندنا الفن صحي. دكتور احنا صح كنا من الأوائل المذيعين، أنا كنت من الأوائل المذيعين في قناة مجان. هنا تأتي مهنية الشخص وكيف أنه هو يتعامل مع الخبر. في كل حال أعشق شيء إذاعة في برامجها في الدراما. يعني نحن نختار ناس يجدون فنون معينة في الصدنة قديمة علشان أيضا يسمعونها الخلايق. والله أنا أحب الأسود، ربما أميل دائما للألوان الغامقة. أنه يتعلم أنه ما في معنا طاقم فني. الحين يمكن رمضان هذا اختلف شوي عن رمضانات سابقة. أن أنجز شيء كبير يعني فيعمل سيجنتشر. رشحت أختي ريما. ربما أجلس شهرين على الأقل. أنا كل ساعة في شهر رمضان جو حار من البداية. الإذاعة والتلفزيون، إخراج الصوت، إنه الساعات المتاحة لتناول الدواء. في النهاية إحنا نثقف المريض. يعني أنت كما تريد تمثل الألمانية والإنجليزية. يوم النهضة المباركة. مرحبا أختي هيام. وكل غصن. تحية مسائية لكل من يتابعنا في هذا اليوم. ربما لأنه ما عندهم فلوس يعني. إنه ما بيعرف سؤال بيبعث لك. نشكر وزارة الإعلام بداية، ولكن قدمنا عمل دينا فيه قبل شهرين يعني. وأنا قبل لا أقدم برنامج اللعبة أنا كنت جدا متخوفة. عكس أعتقد أنه برنامج من مسقط تحية، برنامج ليالي مجان. لا تقول تأخر المذيعين. لا المذيعين لا، ما شاء الله عليكم. وهو أستاذ كبير بالنسبة لي أنا، وهو الأب الروحي. بعده كثيرين، الأستاذ جاسم، الأستاذ بدر. طيب شكرا على المعلومات، ما شاء الله أنت عندك الديتيلز كامل. أنا يعني ما أتعامل كإنسانة مشهورة، أتعامل كإنسانة عادية مع الجميع. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. معكم متابعينا ومشاهدينا عبر قناة مجان بكافة دول العالم، نرحب فيكم نقول أهلا وسهلا وين ما كنتوا. أكيد بأمسيتنا لليلة خلونا نرحب بأول ضيف معنا اليوم. يعني بيفصلنا أيام قليلة عن نهاية شهر رمضان المبارك واستقبال العيد، وكتار منكم بيحتاروا شو بدهم يهدوا أشخاص عزيزين على قلبهم. أنا بقلكم ما تحتاروا وما تدوروا وتفكروا شو بدكم تاخدوا هدية، ما قلكم إلا نور مجان للساعات. لحتى نعرف اليوم شو هي التشكيلة الموجودة للعيد خلونا نرحب نحن وانتو بالشيخ سلطان العامري. مساء الخير شيخ، اهلا وسهلا فيك معنا. مساء رمضان الخير. مبارك. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، ومبارك لكم رمضان الكريم. علينا وعليك بالصحة والعافية. هيك من اول اللقاء حابين نعرف اليوم الموديلات الجديدة للساعات سواء كانت نسائية او حتى رجالية. طبعا نور مجان معروفة بتميزها عامة في سلطنة عمان والوطن العربي بأنها ساعة، بأنها شركة تعمل في مجال ابتكار التصاميم جديدة مستوحاة من التراث العماني وتحويلها بأشكال عصرية جديدة. الجديد في نور مجان حاليا هي تقريبا 4 طرازات جديدة: نور مجان 37، نور مجان 9، نور مجان 41، ونور مجان 42. هذا اللي قدمناه نحن خلال من بداية تقريبا شهر رمضان. تم أيضا استحداث بعض الطرازات القديمة اللي هي مطلوبة جدا في السوق مثل نور مجان 2، وتعديلها تقنيا على أساس أنها تكون أكثر يعني جودة ومتانة للاستخدام. شيخ هذا الأرقام هي عبارة عن أسماء الطرازات؟
كل ساعة تحمل رقم وطراز. الطراز هذا اللي هو المتداول عندنا نحن في نظام معروف بالنسبة للشركة. نحن بدينا من نورمجان واحد اللي هي ساعة خارطة سلطنة عمان. أيضا يطلق على الساعة أسماء اللي هي المعروفة محليا أو خليجيا، مثل عندك الساعة الخنقر العماني اللي هي معروفة عندنا نحن بنورمجان 2. هذا السبب يعني كل ساعة تحمل رقم متسلسل مختلف عن الساعة الأخرى، وأيضا تحمل أسم. الأسم أكثر حاجة معروف عند الناس، طبعا نحن نطلق الأسم، صعب الواحد يتذكر أرقام، يعني الأسماء أفضل يمكن. بالضبط. أساسنا حتى سبب التسمية بالنسبة للساعة هي يعني القصة التاريخية للساعة. يعني عندك كمثال الساعة 1043، هذه الساعة هي حاليا تسمى الساعة سلطانة. الساعة سلطانة لها قصة قديمة ترجع إلى سنة 1842، لما راح أحمد بن نعمان الكعبي كأول سفير لسلطنة عمان إلى الولايات المتحدة. فلما رجع مع بعض الهدايا ومنها الساعة هذه، وهذه الساعة كانت من صناعة سينجر، عملاق صناعة المجوهرات ومعدات أو مكاين الخياطة. نحن عندنا في الستينات أو الخمسينات أو السبعينات كانت تعرف في عندنا مكاين اسمها مكاين سينجر. فأحد الأخوة من العائلة الحاكمة العمانية جاب لي الساعة هذه وقال لي قصة الساعة وأن توارثها على أجيال. لما رجعوا الأخوة العمانيين من زنزبار سنة 63 جاءت الساعة هذه معاهم، فبدينا نحن حاليا نصنعها وأطلقنا عليها سلطانة. شيخ بهيدي اللحظات عم نشوف بعض الصور لساعات على الهواء مباشرة. بالضبط. خبرنا شوي عن هيدي الساعة. اللي في الصورة حاليا هذه هي الساعة سلطانة اللي نحن نشوفها حاليا. الساعة سلطانة الأصلية هي تحمل 11 ماسة مقطوعة يدويا، لأن ذاك الوقت ما كان في تقنية قطع الماس بالمكاين الإلكترونية الموجودة حاليا. يعني حتى الألماس اللي موجود فيها بالنسبة للساعة الأصلية، أنا أقصد اللي نحن تمينا يعني عملنا إلها نموذج راح ينزل إن شاء الله قريبا في السوق، يعتبر الألماس المقطوع يدويا من الألماس النادر جدا. نعم. وكمان حاليا عم نشوف أيضا ساعات تانية على الهواء، كمان ياريت تخبرنا عن هذه الساعات اللي عم نشوفها. في الصورة حاليا تظهر الساعة نورمجان 7 اللي هي الخنقر وفيها زجاجة، نورمجان 9 وهذه الساعة محبوبة كثير نسائيا، نورمجان 2، نورمجان 2 تتميز منها فيها نقوشات الخنقر العماني، ويعني أخذنا الحذر في عمل النقوشات الأصلية للخنقر العماني. نعم. يميز قسم الساعة بأنها فيها نقوشات من الجوانب ومن أعلى، أيضا يغطي الساعة الخنقر العماني اللي هو خنقر التصميم اللي لبسوا أهل الباطنة بالضبط، لأن الخنقر العماني هو تقريبا 9 أنواع مختلفة، يعني في الخنقر الباطنية، في الخنقر السورية، في الخنقر السعيدية بهذا الشكل. شيخ معلي، أكيد كتار من المشاهدين عم يتسألوا عن أسعار هيدي الساعات، يعني نعطي تقريبيا قديش ممكن تكون الساعة؟ بالنسبة لأسعار الساعات، الأسعار نحن عندنا تبدأ طبعا في كولكشن قوي جدا يصل إلى 143 ساعة أو 143 طراز. تبدأ الساعات عندنا من تقريبا قيمة 45 ريال مع الضمان لمدة 4 سنوات للساعة، وطبعا هي أقوى ضمانة تقدم في السوق، إلى نوعيات تصل إلى 4800 ريال تجي من الألماس الكامل، فيها تقريبا 371 ألماسة بلجم كاتينج لكل ساعة. وين يتم تصنيع هذه الساعات شيخ؟ تصنيع الساعات يتم في 3 دول كالعادة. نحن طبعا ندرس حاليا أنا والأخ علي بن سالم المعولي اللي هو حاليا الرئيس التنفيذي لشركة نورمجان للساعات، هو حاليا اللي ماسك نورمجان للساعات. نعم. ندرس حاليا إقامة مصنع في السلطنة لتصنيع الساعات بالكامل، ولكن 14 سنة الماضية نحن نصنع الساعات في عدة دول. أقسام الساعات تقلب حسب قيمة الساعة، إذا كانت قيمتها في حدود من 45 إلى تقريبا 70 ريال فهي تصنع في هونغ كونغ، إذا كانت أسعارها في حدود مثلا يعني تزيد عن 200 ريال فهي تصنع في مدينة بازل بسويسرا. تقلب القطع هذه ويتم تجميعها هنا في سلطنة عمان،
أيضا عندك استفدنا من السوق المحلي بأنه مثلا عندك الساعة نورمجان 2 اللي هي المحزم الفضة. الساعة نورمجان 2 محزم الفضة يتم تصنيع المحزم في ولاية صور العمانية هنا بمواصفات أو مقاييس معينة. هذه الساعات يعني بعد ما يتم تصنيعها مثلا أنتوا خلاص يعني حطيتوا الديزاين أو التصميم. نعم. التصميم فتبعث التصميم هناك ويصنعوا، في عندكم ناس تابعين للشركة يشرفوا على هذا الشيء؟ يتم الموضوع كالتالي، بالنسبة للتصميم طبعا كل الساعات هذه من تصميمي أنا شخصيا، وتعمل إلها ملكية فكرية بعد التصميم، ثم أسافر أنا بنفسي وأروح إلى مصنع للقوالب، مصنع يعني تصنيع قوالب للأجسام، أجلس كالعادة تقريبا من شهر إلى يعني إلى شهرين بعض المرات لتصنيع قالب لساعة واحدة. بعد صناعة القوالب، القالب الساعة هذه ننقل القالب إلى مصنع آخر، ثم يتم صك الجسم، هو يصك مثل سبيكة الذهب أو مثلا مثل أيضا العملة النقدية بهذه الطريقة بتقنية عالية جدا. شيخ أنا حابة أعرف هيك بدايتك كيف كانت مع الساعات، كيف ابتديت بهذا المشروع؟ هي الفكرة الأساسية أساسا إقامة يعني شركة تعنى في مجال الابتكار والتصميم، ولكن من سنة 99 أنا طبعا عندي تصاميم وأفكار كثيرة، فمن 99 أنا بديت في إقامة شركة نورمجان بالضبط من شهر 6 يعني بديت أدرس كثير من التراث العماني. نحن تراثنا العماني زاخر جدا بكثير من التحف، يعني عندك كمثال أنت لو تنظري إلى مثلا الخنجر اللي يلبس العمانيين، الخنجر بحد ذاته هو اختراع يقدر يسمى. ليش؟ لأنه هو عبارة عن سكين، فقدروا العمانيين أنه يحولوا هذه السكين أو السلاح الأبيض هذا إلى تحفة فنية تلبس في الوسط بالجمال هذا، وعلى مستوى العالم ما في تحفة فنية على شكل يعني أفضل من الخنجر العماني اللي مشهود أساسا بتراثه عالميا. فكانت بداية شركة نورمجان هي تصميم الساعات ثم إنتاجها السوق، ولكل ساعة أساسا قصة تاريخية، حتى أسم الساعة إلى قصة. مثلا عندك ساعة المزيونة، ساعة المزيونة أساسا سميت بسبب مدينة المزيونة، ومدينة المزيونة هذه فيها تحفة معينة كانوا العمانيين واليمنيين يستخدموها، فقدرنا حنعمل نشكل هذه التحفة إلى ساعة. نعم أكيد راح نكمل حديثنا معك ونعرف منك كمان هل حدا من العائلة عنده هيدي الصنعة اللي هي الاهتمام بالساعات وتطويرها، ولكن بعد ما نرجع من عند زميلنا سليمان اللي متواجد بالجراند مول وأكيد مع ضيوفه ومع موضوع الحلقة لليلة. تفضل سليمان الكلمة لك. شكرا للزملاء هناك في الاستوديو، أكيد رجعنا لكم هذه المرة هنا من أحد أيضا الزوايا الموجودة في المول، أكيد أيضا موجودين معي بعض الضيوف اللي اليوم موجودين معاي. نتعرف عليك في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، معك ثابت الغزيري من شركة نظرة الإبداع، المشاركة مسابقة الإنجاز من قبل شركة عمان إنجاز عمان. حلو، طبعا هذه الشركات سمعنا عنها قبل وأكيد في لها كذا حضور جدا كبير ومشاركة على مستوى الجامعات والكليات. خلونا نتعرف أكثر عن هذه الشركة. هذه الشركة جات هذه في هذه المسابقة، شو الجديد اللي عندها حتى انها تقدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تراك مرتبك فخلك عادي وخبرهم انت مرتاح. عادي. الشركه نفسها هي الدور الثاني لهذه المسابقه من قبل انجاز عمان، كنا مشاركين سبع فرق، الحين تقريبا 11 فرقه من الجامعه زائد اربع فرق من الكليه التقنيه بالاضافه الى شركه من كليه المصرفيه. شركتنا صانع جهاز اللي هي عباره عن جهاز تبريد وقياس المياه نفسه. هذا الجهاز منتشر في السوق، الجائزة المسابقة اللي هنا على مستوى السلطنة، إذا تأهلنا إن شاء الله بنكون على مسابقة الدول العربية. أنا أحب أعرف وأيضا المتابعين يحبوا يعرفوا هذا الجهاز اللي أنتوا صنعتوه، وش المميز فيه؟ أول شيء ميزته إن الجهاز من صنع عماني بحتة من جميع كل الموظفين نفسه، بالإضافة إلى الجهاز الأول والأميز من نوعه على مستوى الخليج نفسه،
طبعا نواجه انت مثل ما تعرف ان درجه الحراره وارتفاع حراره الخزانات عندنا في السلطنه بالذات بالخصوص، لذلك ابتكرنا هذا الجهاز. الجهاز 2 في 1 اللي هو عباره عن جهاز تبريد، ومثل ما قبرتك قياس المياه، والجهاز نفسه يشتغل بالطاقه الشمسيه وممكن بالبطاريه حتى. طيب اذا نحن نفس الشيء موجوده ايضا معنا احد العضوات في هذه الشركة، خلونا نتعرف عليها. نتعرف عليك. معكم خلود سامي السيابية. طيب خلود، نحن في البداية كنت مشاركة مع زميلك، بس نفس الحاجة نحن نريد نعرف الإبداع، نعرف جاز عمان ما تجي وتشارك باسم شركة لازم يكون في إبداع في المنتج. وش أنت الإبداع خلال؟ أول إحنا بداية تأسيسنا للشركة جمعنا أهداف الأعضاء كلهم اللي في الشركة. كم عدد الأعضاء؟ إحنا عددنا 20 شخص. هو العدد الأقصى للمشاركة في هذه المسابقة. ولكن الحين اكتفينا ب 17 شخص في الشركة، وعلى أساس إن جمعنا أهداف كل الطلبة كل الموظفين في الشركة، فإحنا قررنا من خلال يعني تشارك الأهداف قررنا إن الهدف الرئيسي للشركة يكون اللي هو العثور على أبسط الحلول للمشاكل اللي يواجهها الناس في المجتمع. حصلتوا هذا المنتج. طيب في رسالة أنتم حابين أنكم تقدموها إلى المتابعين؟ تفضلوا. كيف؟ في رسالة حابين توصلوها أنتم كشركة عمانية وأيضا مشاركين في إنجاز عمان، في عندكم رسالة حابين توجهوها؟ الرسالة الوحيدة اللي توجهها نظرة الإبداع، أن تحاول تثبت في السوق وخاصة في المجتمع العماني أن الشباب أو الإنسان العماني قادر على صنع المستحيل وتحديات وفق الظروف المطلوبة في التكنولوجيا نفسها ولا مختلف الأصعدة والجوانب نفسها. حلو، آخر سؤال بأخذه معك، هل نحن كشباب عمانيين عندنا الإمكانيات وعندنا الطاقات أن نبتكر مثل هذه الأعمال ولو هي بداية تكون كبسيطة؟ أقولها بفخر نعم، لأن بعد ما تخطينا هذه المرحلة صراحة اكتشفنا يعني أفكار وإبداعات في شباب عمان، والحمد لله وصلنا لمستوى إحنا ما كنا متوقعين أبدا، من خبرات من مهارات من أفكار تطلع من شباب في هذا السن ومن مختلف العمر ومن مختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات. حلو، أنا صراحة نحط يدنا في يدكم ونقول نحن كشباب قادرين، أيضا وجودكم اليوم هنا هو كتحفيز عمل ما هو كذا يكون نفتخر به، وأيضا تضعون بصمة من الإبداع. إذا هذا اليوم شركة من الشركات التي هي من ضمن الشركات المشاركة في إنجاز عمان، هناك في شركات كثيرة، احنا نشكركم. الآن ننتقل للاستوديو هناك مع الزملاء أيضا لاستكمال الحديث. رجعنا معكم، أحلى مساء لكم متابعينا عبر قناة مجان، ورجعنا أيضا إلى ضيفنا المتواجد معنا باستوديو الشيخ سلطان العامري. أكيد مرحب فيك مرة جديدة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كنت حابة أعرف من حضرتك، دايما الشخص بيطلع على السلم درجة درجة، بالضبط كيف فحت وتعبت إلى أن وصلت للي وصلت له، وهل حدا بالعيلة عنده هيدا الفن؟ يعني يعتبر هيدا فن بحد ذاته وبحاجة لنوع من الإبداع. بالنسبة طبعا لموضوع قصة الكفاح، قصة طويلة جدا، يعني تأخذ كانت متعبة فترة، كانت متعبة جدا. يعني أنا حسب يعني ما أذكر أنه وصلت للعمل 22 ساعة في اليوم بداية الأيام. المشكلة أو اللي كنت أواجه الأغلب في إقناع المستهلك العربي بأن ممكن يعني شركة عربية قادرة أنها تعمل يعني ماركة أو براند مثل البراندات اللي موجودة عندنا في السوق المستهلكة واللي هي الغربية أو الشرقية. هذا المشكلة الوحيدة اللي كنا نواجهها أغلب حاجة نحن في السوق. أذكر كنا نحن يعني حتى بعض الزبائن كانوا في بداية مشوار أول فرع للشركة كانوا ما يتقبلوا أن تكون في ماركة عمانية.
ولكن الآن بعد مضي 14 سنة من عام يعني الشركة أصبحت هي يعني براند مؤكد يعني، وصاروا كثير، وهذا فخر إلي يعني أن كثير من الأخوة العمانيين يلبسوا الساعة نورمجان. أيضا أذكر عندي افتتاحنا في فرعنا في البحرين، خبرتني مديرة الفرع ذاك الوقت تقول لي على أنه مرت عندنا واحدة من الأخوات السعوديات، فكانت تريد مديرة أنها تعرفها على ماركة نورمجان، فتقول لها تعالي أنا راح أعرفك على بعض الساعات من ماركة نور ماركة، يعني هي ما كملت، فجاءت الأخت السعودية هذه قالت لها لا هذه ماركة نورمجان معروفة، أنا عندي منها عدة ساعات، مع أن يعني تصاميم الساعات هي تحمل التراث العماني. لهذا السبب توجهنا حاليا لإقامة مصنع لها في سلطنة عمان، ولنشرها خليجيا ثم عربيا. المقصود بأنه إحياء تراث كل دولة على حسب الدولة هذه. كمثال بدينا في تصنيع ساعة على شكل برج الكويت، نسائية ورجالية، مثل ما تشوفي الساعة هي عبارة عن يعني ابتكار تصميم فكرة ثم يعني تطبيقها وإنزالها السوق ونجحت. بالنسبة للأسرة أنا عندي بنتي لورا، أجد عندها ميول قوي في الموضوع هذا، ومحتمل أيضا نورمجان، يعني نورمجان هو اسم بنتي أساسا. حلو، الله يخلي لك إياها يا رب. الله شيخ، بالنسبة يعني تقول الحين حول يعني تريدوا تنتشروا خليجيا وعربيا، بالنسبة للتسويق الخارجي العالمي وين وصلت نورمجان؟ نحن حاليا على استعداد يعني الأيام القادمة إن شاء الله نفتح أول فرع بعد البحرين في الكويت. بالنسبة لسلطنة عمان طبعا في 3 أفرع اللي هي في مسقط وسحار، يتم إنشاء أيضا حاليا يعني التجهيزات الأخيرة لفرعنا في صلالة. نعم. بإذن الله. الموضوع مش بالبساطة اللي يتصورها الكثير، يعني في أن أنا فقط مجرد أن أنا أصمم ساعة وأنا أنزلها السوق كمنتج تجاري، لا، لأن نورمجان كل ساعة تحمل قصة إلها. فهذا يعني عندنا صعوبة قوية في البحث ثم التصميم المناسب. حتى بعد يعني إنتاج الساعة يتم يعني استخدامها لمدة تقريبا 8 أشهر كفحص فني نحن نسميه. يعني في عندي بعض الشباب أنا أعرف أن عندهم العرق كثير في اليد، فألبسهم الساعة هذه على أساس أن أنا أشوف قوة تحمل الساعة، فيلبسها تقريبا لمدة 8 أشهر، بعدها نحن نقدر نحكم على الساعة إذا كان يتم إنتاجها فعليا أو لا. فإن شاء الله ماشيين في المشوار. بالنسبة للتسويق الخارجي ما بديتوا يعني بالساعات اللي موجودة خلاص معاكم، يعني مش تصاميم جديدة؟ أنا إلي رأي دائما أن يعني المنتج يسوق نفسه. نعم. يعني ثقي جدا، في كثير من الشركات تلقى لموضوع الإعلام الدعاية، وطبعا هو أيضا شيء مطلوب كتعريف للمنتج، ولكن يعني أنا دائما يعني أخبر حتى الموظفين عندي أنه دائما ثقوا أن المنتج هو اللي يسوق نفسه. من الطبيعي جدا، كيف عرف المنتج هذا؟ يعرف المنتج هذا عن طريق إعلام في جريدة، لكن إذا كان المنتج قوي فراح يرغب في الشخص أنه هو يشتري، هنا المنتج يسوق نفسه. جميل. شيخ، سؤال أخير مع حضرتك، شو طموح نورمجان؟ نحن حاليا بدينا من 2007 لإنشاء أول مصنع سيارات في الوطن العربي تقدر تسميه، من تصميم والصناعة عمانية. طبعا يعني التفكير كان أساسا بدأ فيه من 2007. في 2009 أنا يعني أعلنت عن يعني أن نورمجان راح تبدأ بصناعة أول سيارة عمانية. أخذنا في المشوار 3 سنوات و7 أشهر تقريبا. السيارة طبعا حاليا جاهزة بالكامل،
موجود مين بعض. دعمك مين دعمك ماديا؟ ماليا لا ما في دعم، ما في ابدا، ما في دعم. انا ما تلقيت اي دعم خاص. الدعم الوحيد اللي تلقيته كان من جلالة السلطان يا جزاه الله خير، اللي هو معجب كثير وتشرفت بلقائه في سنة 2001 تقريبا لمدة ساعة وثلاث دقائق، تكلمنا كثير عن كان ذاك الوقت موضوع الساعات. نعم. السيارة خبرني شوي عنها بما أنه حكينا عن السيارة بنهاية اللقاء. بالنسبة للسيارة طبعا نحن بدينا التفكير فيه من 2007، أخذ التخطيط للسيارة سنة وتسعة أشهر، تخللتها عدة زيارات دولية، أمريكا، طوكيو، تايوان، ألمانيا، زرت فيها مصانع سيارات كثيرة. آخر زيارة كانت إلي إلى تركيا، لأنه مصنع هيونداي ومصنع فيات موجود في تركيا، اطلعت فيها على كثير من مصانع السيارات وطريقة تصنيعهم، وأساسا عندي يعني الخبرة الفنية الكافية لصناعة سيارة. في 2009 نحن بدينا في تصنيع أول سيارة عمانية، أنا اللي صممتها، عندي يعني عملنا لها ملكية فكرية للتصميم، تم العمل فيها على مدى 3 سنوات و7 أشهر، حصلنا على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة، وطبعا هذا الترخيص يعد أول من نوعه بالنسبة للوطن العربي كترخيص لإنشاء مصنع سيارات وبماركة عربية أيضا، لأن المعتاد اللي موجود عندنا في الوطن العربي في أكثر من تقريبا 4 أو 5 أنواع من السيارات، ولكن هي ليست بتصميم أو هندسة عربية، هي يعني أقدر بما يعني أشبه بتغليف التمور. بعض الدول عاملة سيارات سموها عربية ولكن هي ليست عربية فعليا، هي هندسة غربية، تم تغيير مسمياتها فقط وإنتاجها في الدول هذه، ولكن بالنسبة للسيارة نور مجان لا، هي تم تصميمها بالكامل في هنا في السلطنة، أنا قمت بالتصميم. حاليا عندي 8 مهندسين يعملوا على المشروع من الساعة تقريبا 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. عندنا ورشة اختبارية فاتحينها لهذا المجال، موفرين للمهندسين هذيلة يعني المستلزمات الكاملة من سيارات إلى آخره، كل ما عليه فقط أنه هو يدخل الورشة هذه ويبدأ يطلع لي أفكاره اوكي ويساهم في 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 موضوع السياره. باذن الله نحن كنا نتامل اساسا ان 2016 انها تنزل السوق كمنتج تجاري وبطاقه انتاجيه من 600 ل 700 سياره في السنه، ولكن الظهر راح يحصل عندنا بعض التاخير. شو الاسباب؟ السبب نعم سبب التاخير هو التصنيع، لان كانت عندنا يعني صعوبه في ان نحن نقدر يعني نصنع قسم السيارة بالكامل هنا في سلطنة عمان، فكانت عندنا بعض الأفكار إنه بعض القطع تصنع خارج عمان وتجاب إلى عمان وهنا يتم التجميع، ولكن غيرنا الخطة هذه إلى إنه راح يتم التصنيع بالكامل في سلطنة عمان. أدي تقريبا راح يكون سعرها هذه السيارة يعني ابتداء فعليا نحن ما نعرف، أنا سألت السؤال هذا كثير وكثير يعني أنا أعمل توقعات فقط، لأن سعر السيارة ما يعتمد حاليا يعني على سعر السيارة اللي موجودة اللي يتم تصنيعها الآن، لا، سعر السيارة أساسا يعتمد على قيمة المواد المستهلكة في صناعتها، قيمة تشغيلية للمصنع، بس نحن نتوقع أنها تكون إن شاء الله يعني في حدود يعني استطاعة المستهلك الخليجي، يعني إنه لأن هي الفكرة مش فكرة ربحية، لا نور مجان، هي الفكرة أساسا يعني فكرة نشر التوعية بالنسبة للدول الخليج اللي هي أكثرها دول مستهلكة، إلى أن بإمكان يعني كثير من أهل الخليج أنهم يصنعوا ماركات، يبتكروا، يشتغلوا، يخترعوا وينزلوا السوق منتجاتهم التجارية اللي هي عن طريق أفكار عربية. هذه هي أساساً باختصار يعني فكرة شركة نور مجان. جميل. أنا يعني حابة أستغل وجودك أنا شيخ وأسألك عن ساعة نور مجان 37. إحنا سمعنا أنها تملك أصغر محرك ساعات في العالم، شنو قصة المحرك؟ بالنسبة للساعة 1037 اللي هي تسمى الخنجر الشفاف، الساعة طبعا موجودة حاليا في معرضنا في مسقط،
الساعة فعلا تحمل أصغر محرك ساعة على مستوى العالم. المحرك هذا ما يتعدى 4 ملي قطرة وسمكه ملي ونص وخنجر شفاف باسم الساعة الخنجر الشفاف. فعملنا المحرك هذا للساعة لأن لما جينا نحن في تصميم الخنجر على أساس نحن نحطه على اليد وجدنا على أنه أصغر محرك موجود أساسا عالميا راح يعني يطلع الخنجر ضخم جدا على اليد، فاضطرينا أن نحن يعني نصنع محرك إلها وسجل عندنا كبراءة اختراع كأصغر محرك على مستوى العالم. جميل. إذ أن المحرك هذا يعني قطر المحرك 4 ملي تصوري يعني في حدود في تقريبا حجم عودين كبريت أو رأسين لعود الكبريت. حلو. طبعا احنا نتمنى لنور مجان ان كذا نشوفها في باريس ولندن يعني مثل في ماركات عمانية يعني نشوفها هناك ونفخر صراحة. فنتمنى ان نور مجان تصل للعالمية مو بس تنتشر عربيا وخليجيا. شكرا جزيلا شيخ سلطان بن حمد سعيد العامري رئيس مجلس إدارة شركة نور مجان على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها. شكرا جزيلا وشكرا موصول لقناة مجان. شكرا. أهلا وسهلا فيك. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا لكن رح ننتقل للزميل سليمان وبعدها رح نشوف من عندنا ضيوف. إذن رجعنا لكم مرة أخرى متابعينا الأعزاء وأكيد هذه المرة لقراءة رسائلكم وأكيد كثير من الرسائل اللي تصلنا. نحن نشكركم على رسائلكم. أول رسائل من آخر 4 أرقام 6153 شكرا لك على هذه الرسائل اللي جالس ترسلنا إياها وأكيد نسعد بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. شكرا لك وتسلم أيضا على هذه الرسالة. آخر 4 أرقام 964 شكرا لك. بالأمس كنا ننشد فرحا بقدومك أقبلت يا شهر رمضان واليوم نحن نبكي بوداعك. مهلا يا غفران. تسلم أخوي. نحن نقول بكل تأكيد عشنا أيام كذا جدا جميلة ورائعة خلال شهر رمضان ولكن هكذا هي الأيام وهكذا هي الشهور. أيضا ضمن الرسائل اللي وصلتنا من مهند السعيدي، مهند يشكر الطاقم على هذا البرنامج الرائع ووجه تحياته إلى مخرجنا بدر المعشري، يستاهل مخرجنا. أيضا من ضمن الرسائل من كنت ذكرتي اسمك وتقرر أنك تتواصلي معنا آخر 4 أرقام 8175 ونحن نرحب بالجميع على برامجنا وعلى متابعتنا والتواصل معنا بكل تأكيد. الأخبار والجو الحلو من هذه الرسالة خلينا نقرأها من عند من عند عبد المجيد الفارسي. عبد المجيد أكيد الأجواء في الخارج لكن أيضا إحنا الأجواء أنا في المول هي حلوة. الحين رسالة إبراهيم القاسمي. إبراهيم رسالك تشكر عليها. خلونا الحين نحن نروح إلى الاستوديو هناك أنا ضيوف آخرين ومع هيام الجابرية ولور جسر إلى الاستوديو إذا أيضا بتكون وقفة إن شاء الله موجودة معي.
المقدم ايضا مذيع. نعم. لكن المذيع احيانا يكون غير يعني يختلف بعض الشيء. ممكن لكن انه باصرار انه هذا الدور لك. لكن مسؤول مسؤوليه مباشره للفنان فانا ما لي علاقه. وانا مستعد اي شركه انتاج تجي ويقول لي هذا نصي اطلع له كل النقاط الضعف اللي فيه. عندك شركه انتاج تكون البطل وتجيب اخوانك وتجيب اولاد عمك وتجيب اولاد خالك كلهم بيشتغلوا بالمسلسل. شاب يقدم هيك برنامج مش امراه. لان ما شاء الله يعني كل واحد يعرف يجاوب يعني على قد السؤال واكثر. مشاهدينا شكرا لكل اللي قاعد يتواصل معنا عن طريق الواتساب وايضا الانستغرام والفيسبوك، واحنا نشكر هذا التواصل من عندكم. طبعا وصلنا لاخر ضيوف معنا في هذه الحلقه، ضيفين اعلاميين. الاول هو اعلامي عشق الاعلام منذ الصغر وتغلغل فيه هذا العشق الى ان اصبح طموح، وكبر الطموح الى ان اصبح سعي، وبهذا السعي حقق ضيفي مراده. ضيفنا درس الاعلام بجامعه السلطان قابوس وكان من المتفوقين في مجاله، لكنه لم يكتفي بالتفوق الجامعي بل سعى بكل جهد لممارسة العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية. تألق في التقديم في قناة مجان، وحيث عرفناه في برنامج كنوز عمانية وبرنامج أبواب عمانية والعديد من البرامج الأخرى، وهو أيضا مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمعهد الفنون للتدريب الإعلامي والمسرحي. الكاميرا يعتبرها الصديق الأول، الإعلامي خليل الرواحي. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بك ومساء النور لكم جميعا ومساء النور للمشاهدين الكرام. وحقيقة أنا سعيد جدا جدا بتواجدي اليوم معكم هنا، خاصة مع يعني أستاذتي أستاذة لور، يعني اللي دائما كانت داعمتني في مسيرتي الإعلامية، وأيضا مع زميلتي هيام. يعني حقيقة أنا سعيد جدا جدا معكم. الله يخليك. ضيفنا الثاني هو أيضا شاب إعلامي موهوب جدا، اسمه ما يدل على أنه قريب واحد من أشهر الإعلاميين هنا في السلطنة، وهو الأستاذ خالد الزجالي والفنان إبراهيم الزجالي أيضا. يعني عيلة إعلامية، قدم برامج جميلة منها برنامج المسابقات أحلى صيف اللي كان يعرض على تلفزيون سلطنة عمان البرنامج الثاني. تألق في برنامج ليالي حيث استضاف مجموعة من الفنانين من الوطن العربي، وتوقف بعدها للدراسة، وبعدها رجع للإذاعة في برنامج الرحلة من تقديمه هو والمذيعة عايشة دلوشي. الإعلامي الشاب فيصل العامري، أهلا وسهلا فيك. مساك الله بالخير أستاذة هيام الجابرية، مساك الله بالخير أستاذة لور، فحياكم الله جميعا مشاهدين هذه القناة الجميلة، قناة مجان الرائعة. أمسي عليكم بالخير، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذه الأمسية مع الأستاذ الرائع وأخي عزيزي خليل الرواحي. فأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم في مثل بيقول الولد لو بار بيطلع تلتينه للخال. قديش أنت متأثر بخالك خالد الزجالي اللي بدي أوجه له تحية كتير كبيرة؟ أوجه له تحية كبيرة أبو محمد. طبعا البداية كانت من خلال برنامج أحلى صيف، وأول ما طلعت للناس قالوا فيه تشابه بين فيصل وبين خالد في الأسلوب، وفيصل انت وايد ماشي على خالك، وايد تقلد خالك، فحاول انك تطلع من عباءة خالك وتستقل بنفسك. من الصغر يمكن اني كنت وايد متأثر بخالد الزجالي، بعيد عن ان خالي بس متأثر بخالد في التلفزيون، متأثر بخالد الزجالي هذا المذيع الرائع، هذا المذيع الجميل، من خلال تواصله مع الناس وكيف يلقي سؤاله وكيف يحاول يسرد المعلومة للمشاهد الجميل. يمكن هذا التأثر، بس حاولت جاهد أنني أطلع من هذا. طلعت ولا بعدك؟ والله أنا يعني يمكن من برنامج ليالي حاولت أنني أطلع شوي من عباءة خالد، والإذاعة كون أن صوت حاولت شوي أنني أطلع واستقل كذا بشخصيتي، والناس تعرفني بفيصل ما بفيصل خالد الزجالي. حلو كتير. اليوم خليل CNBC رح أبتدي معك من هون، شو هي CNBC عربية؟ خبرني شوي. والله قناة CNBC عربية طبعا متواجدة في مدينة دبي للإعلام. طبعا شو دخل خليل الرواحي فيها؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني من جامعة السلطان قابوس جيتني بعثة إلى هذه القناة.
لأتدرب على قراءة نشرات الأخبار الاقتصادية والتحرير نشرات الاقتصادية بالإضافة أيضا إلى التقارير الاقتصادية. طبعا قناة سي أم بي سي عربية طبعا معروفة موجودة في مدينة دبي للإعلام، طبعا تم تأسيسها من عام 2003 الحين تكمل 10 سنوات. طبعا هي تابعة لشبكة سي أم بي سي العالمية اللي هي أمريكية الأصل. فالحمد لله رب العالمين، يعني أنا راجع إلى السلطنة قبل يوم، راجع يعني أمس بالليل، فجلست في قناة سي أم بي سي 3 أسابيع، كانت تجربة رائعة حقيقة. يعني من خلال هذه القناة حقيقة استفدت الكثير بالاحتكاك مع مهارات ومع قدرات إعلامية كبيرة في 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 تلك المدينة بشكل عام. يعني من المعروف أن هذا المدينة تحوي على العديد من القنوات العالمية، فكانت تجربة رائعة أستاذة. يعني اليوم خليل، حسيت بالفرق ما بين اللي كنت تاخده بالجامعة اللي هو نظري وما بين التطبيق اللي قمت فيه بدبي؟ أكيد دائما أكثر شيء دراسة في جامعة سلطان قابوس أو في أي كلية أو في أي جامعة يكون أكثر شيء الجرعة النظرية هي أكثر من الجرعة العملية. وبالتالي لما رحت إلى هذه القناة طبعا كل ما قمت به عبارة عن مشوار عملي، عبارة عن تجارب عملية، فبالتالي ترسخت جميع المفاهيم اللي درستها في جامعة سلطان قابوس فطبقتها في تلك القناة، ففعلا حسيت أني جالس أحصد ثمرة ما درسته في السنوات الماضية من خلال التجربة ومن خلال ممارسة العمل الإعلامي نفسه. يعني خليل، أثناء الدراسة كنت تقوم ببعض البرامج وتقدم بعض البرامج عبر قناة مجان فضائية، كيف كنت تنظم وقتك؟ يعني تدرس في الجامعة وأيضا تقدم برامج تلفزيونية؟ والله كان يعني التنظيم ما بين الدراسة وما بين عملي في قناة مجان كانت فعلا تحتاج إلى أنها مغامرة، وحقيقة أنا خضت هذه المغامرة وواجهت صعوبات كثيرة، يعني ما بين التنسيق ما بين الدراسة وما بين البرامج، ولكن في النهاية بالإصرار والعزيمة أني أحقق مشواري وإني أوضع بصمتي في الساحة العمانية في مجال الإعلام، الحمد لله تخطيت هذه المصاعب والحمد لله رب العالمين. يعني أتمنى أني يعني قدمت شيء ساهم في الساحة العمانية الإعلامية. يعني الحمد لله. فيصل، بالنسبة لبرنامج الليالي المفروض يكون فتح لك أبواب كثيرة، يعني لأنك قابلت مجموعة كبيرة من الفنانين من دول الوطن العربي والخليج أيضا، فإلى أي مدى فتح لك هذا البرنامج أبواب إعلامية؟ وهل بعد ما رجعت يعني توقعت أنك ترجع للإذاعة ولا توقعت شيء أكبر؟ برنامج ليالي اللي كان على تلفزيون سلطنة عمان البرنامج الثاني، هذا البرنامج اللي للأمانة اعتز فيه وأفتخر أنني كنت موجود من ضمن طاقم هذا البرنامج. البرنامج كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين من الوطن العربي، أمثال الفنان الرائع صديقي طارق العلي أبو محمد من دولة الكويت، والفنان القدير سعد الفرج، والفنان الرائع خالد أمين، والفنان علي الغرير من المملكة البحرين، ومجموعة كبيرة من الفنانين. هذا البرنامج عمل لي احتكاك جميل معهم، قبل لا نطلع على الهواء كنا نقعد مع بعض نتناقش، كونهم هم لهم باع طويل في هذا المجال أسمع منهم يسمعوا مني، إذا في وجهات نظر نقدر نتبادلها مع بعض، فوطد العلاقة، أصبح الموضوع ما موضوع ضيف ومع السلامة، إلا أكبر، أصبح الموضوع أكبر عن ما تتخيلوا. اليوم أنا علاقتي مع طارق العلي علاقة صديق، علاقة حبيب، علاقة مودي، شخص متبني مودي. طبعا، وعلاقتي كذلك مع الفنان سعد الفرج تطورت العلاقة، أن اليوم في زيارات ما بيننا، زيارات خاصة أن أنا أروح دولة الكويت، انكسر الحاجز ما بين مقدم البرنامج والضيف. بالضبط، وبعدين صار في احتكاك كبير، تعرفي عمالقة، أنت تتكلم اليوم عن طارق العلي غني عن التعريف، تتكلم اليوم عن سعد الفرج غنيين هذين عن التعريف تماما، فيعلموك فيصل امشي كذا، فيصل قول الكلمة هذه، فيصل لا تحتك مع فلان، فيصل استضيف فلان، فقعد يرشدوك حتى من الأشخاص اللي ممكن تتعامل معهم. بس ايش قد فتح لك هذا الشيء أبواب إعلامية؟ برنامج ليالي بعدها أنا توقفت، فكان طموح إن لا برنامج ليالي يستمر، برنامج ليالي يستضيف مجموعة من الفنانين، مجموعة من الأدباء، مجموعة من الشعراء، فهي كان البرنامج لمدة دورة برامجية كاملة وبعدها توقف. ليش؟ أن نبني
ليش توقف البرنامج، بالرغم ان البرنامج كان له متابعة خليجية، كان له ردود افعال خليجية تصلني عن طريق الفيسبوك، تصلني عن طريق كان في يومها الواتساب، كان يشيدوا في البرنامج. بس سبب التوقف لان تم تحويل البرنامج الثاني الى قناة رياضية، وحاولت انني اقدم فكرة ثانية، حنا نستضيف مثل هذه الأشخاص، مثل هذه الأسماء الكبيرة اللي راح تعمل ترويج للسلطنة. هل محتاجين اليوم كشباب نحتك في مثل هذه الأسماء، محتاجين نخوض تجاربنا اليوم مع هذه الأسماء. إيش المشكلة أنه يصير اليوم توأمة بين مجموعة شباب عمانيين وعملية تبادل مع أخوان من الخليج؟ ما في مشكلة، ما في مانع أبدا. اليوم برنامج ليالي كان بدورتين، الأولى كانوا على الصعيد المحلي الضيوف، وبالدورة الثانية كانوا على صعيد الخليج العربي. وين كانت شهرتك، بالدورة الأولى أم الثانية؟ النسخة الثانية، أنا أول نسخة الأولى كان إهداءات وغاني، بعدها أنا قعدت مع الأستاذ الجميل الرائع بدر المعشري أن نحاول نغير الفكرة، فحاولنا نستضيف بعد ما تم تكريم الإعلاميين المتميزين يومها في أحد القاعات الجميلة، فقلت لي بوانس خلينا نستضيف مجموعة فنانين عمانيين وأخوان أعزاء علينا، نقربهم على الأقل للمشاهد، هم قريبين، فنطلع عن إطار الرسمية. أنا عرفت سين من الأشخاص مذيع، بس أنا ما عرفت جانبه الأسري، ما عرفت جانبه الاجتماعي، فخلينا ندخل في قلبه. هذه البرامج توصل كثير للناس، ففعلا وأنس جزاه الله خير وافق للفكرة، واستقبلنا مجموعة فنانين أعزاء علي، بعدها استضفنا مجموعة فنانين كبار من الخليج العربي. محليا لما كان الموضوع محلي، يمكن فيصل نعرف شوي اسمه، أنا ما بهول وايد الموضوع أنني كان وصل للناس، بس وصل بطريقة محلية لما استضفت مجموعة من الأسماء الرائعة محليا. بعدها تطور الموضوع أننا استضفت مجموعة من الأسماء المشهورة، فهذا صار الشهرة خليجيا. حتى في الخليج من خلال زيارتي الأخيرة لما كنت قبل رمضان هذا الشهر الفضيل، وكل عام وانتم بخير، وانت بخير وما تبقى من هذه الأيام الكريمة، وكل عام وانتم بخير كذلك مناسبة عيد الفطر السعيد، فردود فعل إيجابية التمستها لما كنت أنا من في دولة الكويت من خلال زيارتي الأخيرة. كنت قبل شهر رمضان بدولة الكويت، وحاليا بشهر رمضان قالوا لي عم بتساعد خالك ببرنامج رمسة، قد ايه هذا الشيء صحيح؟ اساعد خالي؟ كيف يعني اساعد خالي؟ يعني تساعده بالاعداد، يمكن بالتنسيق مع الضيوف، يمكن ابدا ابدا ابدا. الموضوع ما راح اقول انه هي شغله مش عيبه، عيب خالي من الصحه، لا حاشا لله، انا في خدمه ابو محمد في اي وقت، ودرعة الحصين، ولو يطلبني إن شاء الله نص الليل أنا تحت أمره، ولكن هي كان في مسألة تنسيق مع مجموعة بسيطة من الفنانين، فكان يشاورني طبعا خالي يكلم ولد أخته، فيصير بيننا حديث إيش ممكن نحن نسوي، إيش رأيك بفلان، الموضوع ما في شيء يعني. طب ليه تفاجأت لما سألتك السؤال؟ تفاجأت من وين جاتكم المعلومة هذه؟ العصفورة. خليل، كونك مدير عام العلاقات العامة بمعهد الفنون والإعلام والمسرح، لأي درجة هذه الوظيفة ساعدتك، يعني كونك إعلامي ومذيع؟ طبعا من المسمى يعني مدير العلاقات العامة والإعلام، دائما يعني في مثل هذه الوظيفة لازم انك يعني تتعامل مع ناس كثيرين من خلال التنسيق الفعاليات اللي تقام في المعهد او خارج المعهد، او من خلال ايضا الالتقاء يعني بناس كثيرين من خلال ايضا البرامج التدريبيه اللي قدمها المعهد. طبعا كانت بدايتي انا في هذا المعهد، معهد الفنون للتدريب الاعلامي والمسرحي، كانت بدايتي كمنسق اعلامي للمعهد. طبعا بعد ما بذلت في هذا المعهد وقدمت فيه، فطبعا منحني الدكتور محمد الحبسي والاستاذ هلال هلال، وجه لهم الشكر على هذه الثقة اللي هم يعني خلوها فيني، خلوني كمدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد.
طبعا اكيد كما خبرتك يعني من المسمى احتك بالناس كثيرين، طبعا يساعدني هذا في انه اتعرف على الناس ايضا من خلال اني اقدر في اي لحظة اني اوصل لاي شخصية اريد استضيفها في برنامجي او ما شابه ذلك يعني. فاكيد يعني هي عملية مساندة لوظيفة الاخرى اللي هي كمذيع يعني. جميل، رح نكمل حديثنا معكم ورح نرجع بعد شوي لنسأل فيصل عن السبحة شو قصتها وشو موضوعها، ولكن قبل اسمحوا لنا ننتقل عن زميلنا سليمان ونرجع من بعدها لحتى نستكمل حوارنا مع ضيوفنا المتواجدين معنا بالستوديو. رجعنا لكم متابعينا الاعزاء هذه المره بكل تاكيد ايضا لقراءه رسائلكم اللي تصلنا واكيد اللي نسعد بها. كل الرسائل من انوار الكحالي من صحام تقول اشكركم على هذا البرنامج الرائع، وتخصص شكرها للمذيعة هيام الجابرية وللور جسار، وشكرا لك وأكيد نحن نسعد بتواصلك. رسائل كثيرة تصلنا وأكيد نحن نفرح بهذه الرسائل. برنامج آخر 4 أرقام 504 554 شكرا لك. تركيا الصبحية شكرا لك وتقول هي مساء الخير، أشكركم على هذا البرنامج هذا واجبنا. السلام عليكم، معكم عميد الجنيبي يحب يشكر جميع طاقم البرنامج. نحن أيضا نوجه لك تحية أخونا عميد. من ضمن أيضا الرسائل اللي وصلتنا من أسعد المياحي من ولاية نخل، وهو يشكر أيضا البرنامج على هذه المتعة اللي جالس يضيفها للمتابع، ونحن نسعد أيضا بمتابعتك لنا يا أسعد، وشكرا أيضا لجميع متابعينا هناك من ولاية نخل. أهني قناة مجان بمناسبة عيد الفطر، وأهني جميع طاقم العمل من مذيعين ومخرجين وفنيين من أتمنى ذكرت اسمك. آخر 4 أرقام 6516 أنا كثير أفرح لما نشوف رسائلكم كذا ومتواصلين معانا، بس أتمنى في نفس الوقت حتى يكون نحن كذا أنا عن طريق أنكم أنتم تذكروا أساميكم لما ترسلوا الرسالة. عليكم برنامج وايد حلو، ضيوف بعد منورين، نفس الشيء ما ذاكر اسمك. من ضمن الرسائل اللي وصلتنا سارة تقول مساء الخير، تحياتي لكم وللضيوف فيصل العامري، وأيضا أيوة وتقول مذيع مبدع وأتمنى لك التوفيق، وأيضا نحن نتمنى لك التوفيق وتحياتك وصلت لمذيعنا فيصل العامري. السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج. من بنت الأبيض الصبحية شكرا لك على هذه الرسالة. من ضمن الرسائل اللي وصلتنا السلام عليكم، شكرا على برنامجكم هذا ونحن نسعد بهذه المتابعة لكم. مساء الخير قناة مجان، أشكركم على هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي تركية الصبحي. شكرا لك يا تركية. وين اليوم رسائل الشباب؟ أشوفهم ما تابعين كل آخر الأيام على الدورات الرمضانية في كرة القدم. صالحة الشرقي، نقرأ رسالة صالحة الشرقي وتقول عقارب الساعة من العمر سراقة، عد الأيام وأثر الوقت يسرقنا، قبل أمس روحي لشهر صوم مشتاقة، واليوم فاخرة جمعة. ما واضحة رسالتك كثير يا صالحة، بس هذه المتابعة وعلى رسالتك لنا. رسائل كثيرة تصلنا أيضا لهيام الجابرية للور جسار ولبدر المعشري، تسلموا أكيد إن شاء الله إنهم أيضا كذا يسمعوكم الحين، ونحن الحين نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لضيوفنا في البرنامج، وأكيد نتمنى لكم كذا قد معنا أمسية جميلة ورائعة.
المقدم ايضا مذيع. نعم. لكن المذيع احيانا يكون غير يعني يختلف بعض الشيء. ممكن لكن انه باصرار انه هذا الدور لك. لكن مسؤول مسؤوليه مباشره للفنان فانا مالي علاقه. وانا مستعد اي شركه انتاج تجي ويقول لي هذا نصي اطلع له كل النقاط الضعف اللي فيه. عندك شركه انتاج تكون من البطل وتجيب اخوانك وتجيب اولاد عمك وتجيب اولاد خالك كلهم بيشتغلوا بالمسلسل. شاب يقدم هيك برنامج مش امراه. لان ما شاء الله يعني كل واحد يعرف يجاوب يعني على قد السؤال واكثر. رجعنا معكم متابعينا عبر قناة مجان. حلوة كتير المسبحة لفيصل وما بيحملها إلا صاحبها. وليه بقى كتير عتيبك؟ بدي أقول لك لا هي لإلك كرمال العين والأزرق والعين. اللهم لا حسد. أنا أول ما دخلتيني أشوفك لور تحاولين تشلينها وهي من بعيد تأشر لك وبدر قاعد يكلمك عشان يلا هاتوا مسبحة فيصل. بس لا هذه حطها بجيبك حطها بجيبك. أي درجة مهم يعني منظر المذيع خاصة اللي يقدم في التلفزيون؟ المنظر وايد مهم بس الأهم من هذا الموضوع أول شيء الثقافة، سرعة البديهة، الأسلوب الرائع، كيف تتعامل مع الكاميرا، كيف تتعامل مع الضيف، كيف تتعامل مع الناس الموجودين. إذا اليوم مثل هذا البرنامج ففي ناس قاعدة تمر، في ناس قاعدة تمشي، ولو إهداء بسيط ولو هسة بسيطة تشكر هذين الناس الموجودين. محتاج إلى صفات المذيع من وجهة نظر المتواضعة أن تكون عنده ثقافة، سرعة بديهة، مظهر لائق، مظهر محترم يطلع فيه أمام العيون الطيبة اللي قاعدة تتابعه، وبعدها يقدر يسيطر على الموضوع. والابتسامة طبعا لازم تكون موجوده. الابتسامه هي استاذتي العزيزه جواز سفرك، تدخلها بدون تاشيره لقلوب المحبين. اليوم فيصل من مين قلبك مليان؟ على مين عندك عتب؟ من مين زعلان؟ زعلان؟ ما زعلان بس في شويه عتب بسيط جدا. على مين؟ عتبي على الاخوان الاعزاء والاساتذه الاجلاء في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. ليه؟ ليش؟ الشباب هذه بلده، نحن كشباب عمان أرضنا، وعمان ما نقدر نستغنى عنها إطلاقا، وما حد يقدر يوازينا في حب هذه البلد. نحن اليوم من اليوم اللي بعد سنة نوقف في نفس المكان لخدمة هذه البلد وخدمة صاحب الجلالة نلبين النداء ونقول ما عندنا مشكلة، صح ولا لا؟ بس ولكن لما نحس في تقصير بسيط. من أي ناحية تقصير؟ من ناحية أنا بتكلم عن وضعي اليوم. أنا من 2010 تشرفت وتكرمت أن أنا أكون موجود ومن خلف الشاشة الجميلة شاشة تلفزيون سلطنة عمان، وقدمت مجموعة من البرامج سواء على صعيد التلفزيون أم على صعيد الإذاعة. فكلمة شكراً ما نحصلها؟ هل أنت ناطر حدا يقول لك شكراً؟ انت لما بتكون عم بتأدي رسالة معينة منك ناطر من حدا يقول لك شكرا؟ انا بقول لك انت لما تكوني موجودة اليوم في هذا البرنامج وتقدمين برنامج ليالي مجان، ما تنتظرين قبل لا تخلصين على الهواء يتصل فيك رئيس مجلس الادارة ويقول لك شكرا يا لور. هي كلمة شكرا بس لها مردود ايجابي وايد قوي. انا ما اطلب اليوم انه بعد كل برنامج يقدمه فيصل تنهل علي سيل من الاتصالات، لا، بس أحس بوجودهم معاي. لما أغلط على الهواء ليش أكثر من اتصال ييني؟ ليش قلت هالكلمة؟ ليش ما قلت هالكلمة؟ ليش سويت؟ طب ما بيكفي المخرج يقول لك إنه أنت ممتاز؟ على رأسي من فوق. على رأسي من فوق، ولكن المسؤولين اليوم في الهيئة العامة أنا يهمني رأيهم كذلك. لأن أنا قاعد أمثل نفسي وأمثلهم هم، لأن أنا في بيتهم هم، فلازم أعرف وجهة نظرهم. تعال تبناني، اقعد معاي، كلمني. أنا لما استضفت اليوم يقولون السكوت علامة الرضا. يعني الواحد إذا ما راضي رح يتكلم، رح يقول لك شيء، وإذا راضي يسكت. أنا كيف راح أعرف أستاذة هيام إذا راضين ولا ما راضين؟ سكوت. سكوت علامة الرضا. يعني إذا أنت قاعد تسوي شيء غلط رح يتكلموا. أنا اللي أقصده المذيعين محتاجين إلى
من يطبطب عليهم، محتاجين من يساندهم، محتاجين من ياخذ بياديهم، محتاجين من يقولهم كلمة طيبة، محتاجين من اللي فهمهم الغلط من الصح. الآن اليوم ولا مرة من 2010 لليوم ولا خذت أي مؤهل تدريبي لليوم، ما محتاج. أنا محتاج وقعد أقول أنا محتاج إلى مؤهل تدريبي، علموني الأبجديات. أنا اليوم إذا تفتكرون أنا مذيع فأنا أقول مذيع، ولكن محتاج إلى بعض من الأساسيات، أساسيات المذيع. يمكن نشوف أن أنت ما تحتاج يعني هذا الشيء. أنا أحتاج، أنا لما أقعد أنادي أقول أحتاج، ففعلا أنا أحتاج. ليش على صعيد الإذاعة الوضع يختلف تماما؟ بعد كل حلقة أنا ما أقعد اليوم أثني على هذا الأستاذ الرائع خالد الزدقالي كون أن خاله وقعد أبروزه، خالد الزدقالي أعماله قاعدة تبروز خالد الزدقالي. ليش بعد كل حلقة يتصل فيني؟ فيصل يفترض ما تقول هالكلمة، يفترض أن تقول هالكلمة. يمكن لأنه خالك حريص عليك أكثر من غيره. الدمعة بعيونك فيصل، اليوم عندك حماس كتير كبير، وهيدا شيء كتير حلو بكونك شخص حبيب تترك بصمة، حابب تترك شيء على الصعيد المحلي. أنت موجود على الساحة اليوم، عندك جمهور كتير كبير فيصل على صعيد عمان وعلى صعيد أيضا دول عربية. بالعكس لازم تكون أقوى من أنك توقف على كلمة من أي شخص اللي كان، طالما عندك ثقة بنفسك أقوى. وتأكد أستاذة لور ما راح أضعف إطلاقا. جيد، راح أنتقل عند خليل. اليوم أنت رئيس الجماعة الإعلامية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة السلطان قابوس، وأيضا ممثل طلاب قسم الإعلام بلجنة أيضا الطلاب التابعة لقسم الإعلام بكلية الأداب. ما شاء الله عليك خليل، ممثل، مراسل، مدير علاقات عامة، أنت شو؟ والله ممكن أقول عني أنا شامل. شامل والله. إذا كان يعني عن على سبيل يعني الكلام عن الجماعة الإعلامية، طبعا أنا أول ما دخلت جامعة السلطان قابوس دخلت في هذه الجماعة كعضو، بعد ذلك تدرجت فمسكت فيها مناصب رئيس لجنة، بعد الرئيس لجنة نائب رئيس جماعة، بعد النائب رئيس جماعة أصبحت رئيس جماعة، وبعدين أصبحت عضو. وطبعا هذه السنة يعني السنة القادمة الفصل الأكاديمي القادم طبعا راح أمسك الجماعة الإعلامية كرئيس جماعة. طبعا الجماعة الإعلامية هي تعتبر حقل لممارسة المواهب الطلابية في الجامعة، وهذه الجماعة يعني يقدر الطالب في جامعة سلطان قابوس يطلع هذه المواهب في هذه الجامعة من خلال طبعا الورش اللي نقدمها باستضافة إعلاميين سواء كان من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة، يقوموا بعمل ورش في فن التقديم الإذاعي، في فن التقديم التلفزيوني، أيضا في التحرير الصحفي، في كل أنواع الإعلام بشكل عام. أنت يعني بتختار وأنت بتنسق مع الضيوف؟ أكيد طبعا رئيس الجماعة في هناك عدة لجان، فلجنة العلاقات العامة هي المسؤولة عن التنسيق، ولكن رئيس الجماعة يشرف على كل صغيرة وكبيرة في الجماعة بكونه هو القائد للجماعة. فطبعا أيضا الجماعة الإعلامية من خلالها نقوم بعمل الملتقيات الإعلامية، فطبعا الجماعة الإعلامية قامت لحد الآن وأنا فيها قمنا بإعداد ملتقيين، الملتقى الإعلامي الثاني كان السنة الماضية. أيضا نقوم بحملات توعوية مثلا الحد من حوادث المرور، أيضا الحد من انتشار المخدرات وأيضا سلبياتها على الشباب وكذا، بالإضافة لاستضافة إعلاميين من خلال عمل ورشات وأيضا حلقات يعني تدريبية في مجال الإعلام. يعني كونك رئيس لهذه الجماعة، هل تقوم باللي قاله فيصل يعني تطبطب على الطلبة وتحفزهم، وهل تحس أن هذا الشيء فعلا مهم؟ أكيد يعني الطالب دائما، الطلاب اللي يجيوا في هذا الجماعة هم سنة أولى، فبالتالي هم ما عارفين كيف عمل الجماعات في جامعة سلطان قابوس. طبعا جامعة سلطان قابوس لا تقتصر فقط على الجماعة الإعلامية، فيها جماعات كثيرة، فبالتالي أكيد هذا الطالب محتاج إلى كلمة، والكلمة طبعا هي فعلا يعني بلسم للشخص من خلال دفعه بالعطاء. فأكيد دائما نكون قريبين من هؤلاء الطلاب ونساعدهم، ما فقط في أنه ينمي مواهبهم في مجال الإعلام. نعم. حتى أحيانا على المستوى الأكاديمي يعني ننصحهم نفس الحالة، يعني أخذ هذه المادة في هذا المقرر في هذا الفصل، لا عشان ما تأثر عليك لأنك أنت عندك فعالية في الجماعة الإعلامية. فأكيد لازم ولا بد من الكلمة الطيبة لهؤلاء الطلاب الموجودين في الجامعة. في بداياتك من اللي كان يطبطب عليك؟ والله حقيقة يعني أنا
ما أنسى طبعا اللي هي رئيسة الجماعة الإعلامية كانت الأخت سهام السعيدي، وأوجه لها جميع كل التقدير والإخلاص على ما بذلته يعني عشان أنا اليوم أقف على الجماعة الإعلامية. فكانت هذه الطالبة طبعا فعلا عندها الطاقة وتعطي هذا الطاقة للطلاب اللي حواليها، فكانت فعلا وقفت بجانبي إلى أن أصبحت الحمد لله رب العالمين. وفي التلفزيون لما دخلت البرامج؟ والله طبعا الشكر دائما يعني أنا وجه لقناة مجان والقائمين على هذه القناة وعلى رأسهم الشيخ سليمان الحارثي أبو قيس والأستاذة ماري أنطوانيت، طبعا يعني الشخصين اللي هم وقفوا معي وقفة حقيقة لا أنساها من خلال إتاحة الفرصة لي في خليل أنه يطلع قدراته الإعلامية في هذه القناة، بالإضافة أيضا إلى المخرجين، المخرج الأستاذ بدر المعشري والمخرج جاسم البطاشي، بالإضافة إلى وليد الوهيبي وكل بشكل الطاقم الفني الموجودين في ما قناة ما شاء الله عليك خليل حقيقة يعني قناة ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك بدي دق على الخشب يعني إذا تكلمت ما أسكت صح؟ كتير مش شوي. فيصل اليوم إذاعيا أنت وين؟ إذاعيا موجود الحمد لله رب العالمين. إذاعي برنامج الرحلة كان توقف قبل رمضان هذا الشهر الفضيل مسابقات بأيام نعم كان برنامج الرحلة، هذا البرنامج اللي حاولنا نسلط فيه ونطوف على مختلف ولاياتنا العريقة ولاياتنا الحبيبة وجميع محافظات السلطنة، منها نستكشف أهم المعالم السياحية والأثرية ونعمل ترويج حقيقي للأماكن السياحية اللي موجودة معنا. اليوم سلطنتنا الحبيبة تزخر بالعديد والعديد والعديد من الأماكن السياحية اللي تبرد الخاطر وتسر الناظر وتقضي كذا وقت ممتع وحلو مع أفراد أسرتك وأنت مستمتع. فالحمد لله رب العالمين قدمت البرنامج بس بشكل لطيف وخفيف، ما في نوع من الرسمية لأنني أطلع من هذا الإطار إطلاقا، هو الأفضل يمكن لأنه يوصل للناس بسرعة. قالوا لي أنك ممثل. والله مثلت وشو إذا قلت لك أنا بما أنه أيضا خال إبراهيم الزجاري لازم يكون لازم يكون ممثل يعني نص مذيع ونص آخر ممثل. مين بدك تقلد لي؟ يلا هتا نشوف. لا ما أعرف أقلد. طب بدك تمثل لي شي شخصية أقله صوت حدا أداء حدا؟ لا أنا شوف كانت بدايتي من المدرسة وايد أحب التمثيل. أنا وجه تحية كبيرة لأفراد عائلتي الأعزاء اللي اليوم قاعدين كذا متسمرين ويتابعوا هذا اللقاء الطيب، فأحييكم وبس عليكم بالخير. فمنهم هم شوفي إذا كان العائلة والوالدين راضين عليك تأكد أن الله سبحانه وتعالى راضي عليك طالما أن في نية خالصة تقدمها. بدايتي في التمثيل من أيام الصغر وعلى مقاعد الدراسة من لما كنت هيك، فبدت الهوس يجيني على صعيد التقديم خالد، على صعيد التلفزيون والتمثيل إبراهيم، فصار التأثر منهم لازم أوصل قريب. فوالدي بعض الأحيان لا أنت اطلع عن هذا الإطار روح شوف لك مكان آخر لا تمثل. هل لأنك حبيت الشهرة حبيت شهرتهم وبغيت تصير مشهور؟ حبيت الرسالة اللي قدموها بغض النظر عن الشهرة. الشهرة اليوم مثل فقاعة صابون، اليوم تشتهر باكر ما معروف صح ولا لا، هي فترة بسيطة ولكن حب الناس لك تقديم رسالة صادقة للناس المحتاجة انك انت تتكلم اليوم بلسانهم سواء على صعيد التلفزيون ولا على خشبة مسرح ولا خلف مسلسل درامي قاعد يتكلم عن قصة اجتماعية مؤثرة، فكل ان هي توصيل لرسالة طيبة للناس اللي قاعدة تتابع اصلا. خليل ايش نوعية البرامج اللي يعني في برنامج كذا في بالك خاطرك انك تسويه؟ والله يعني بشكل عام البرامج المنوعة يعني فما في يعني برنامج معين اني نفسي اقدمه حقيقة يعني ما جاني هذا التصور، ولكن طبعا كل البرامج اللي يعني تجي الفرصة ان انا اقدمها طبعا مستعد على عيني وراسي اقدمها سواء كان برامج ما عندك تحفظ يعني او تشرط طبعا لا بعض احيانا اكيد لابد انه في يعني بعض البرامج إذا كانت ما تناسبني أنا أقدمها كشخصيتي مثل برامج أطفال طبعا مستحيل أقدم برامج أطفال يعني برامج فنية برامج منوعات برامج ثقافية بالإضافة أيضا إلى تكون إخبارية لأن أنا مسكت برنامج أبواب عمانية لمدة أكثر من سنتين في قناة مجال الفضائية، فهذا البرنامج عبارة عن برنامج إخباري عن الفعاليات والمؤتمرات اللي تصير في الدولة، فكان فعلا هذا البرنامج كان من البرامج اللي أنا فعلا أني حبيتها من قلبي يعني، وأتمنى أني أكثر شيء أني أقدم البرامج الإخبارية طبعا. بالنسبة لك فيصل
ما عندي أي مشكلة أستاذ هيام في أي برنامج أقدمه. وايد أحب العمل، وايد أحب الانضباط، وايد أحب الموعد، وايد أحب. فيصل في بعض البرامج بيقولوا ما بتليق بهيدا المذيع أو مقدم البرامج، يعني اليوم في برامج مثلا مسابقات يمكن ما بتلبق لخليل مثلا، بتلبق لك لألك. في برامج تنقول ثقافية يمكن أنت أفضل من أنه خليل مثلا يقدمها. طبعاً. ما بتعتبر هيدا الشيء لازم؟ طبعا أنا معك في هذا الكلام اللي قاعدة تقولينه، ولكن حلو التجربة. يمكن أنا كنت وايد متخوف أن أنا أخوض ثمار التجربة في إذاعة الشباب، ولكن الحمد لله رب العالمين صار توفيق أول شيء من رب العالمين، ودعوات الوالدين والمساندة الطيبة من الأساتذة الأجلاء في إذاعة الشباب، قدرت أن أنا أقدم بشكل وايد حلو. ما في مشكلة، ما في مانع أنك أنت تخوض اليوم تقدم برنامج ترفيهي، تقدم برنامج منوعات، تقدم برنامج. بس يقولوا أن التخصصية زينة بعد. طبعا، بس أنت جرب، المذيع المبتدي جرب، مثل الوردة اليوم هذه أمامنا، هذه الباقة الجميلة، تأخذ منها شوية، تأخذ اللون الأحمر اللون الأصفر، بعد أنت أكيد راح يكون لك ميول. وين تلاقي واحد نفسك؟ بس راح يضيع عبيرة للزهرة، حيضيع عبيرها. لا طبعا، كيف عبير لما بدك تأخذ من كل وردة، من كل يعني البيئة، من كل بيئة وردة وردة وردة، حيروح عبيرها. لا العبير ما يروح، أنا بقول لك ليش. ليش؟ العبير موجود في قناة مجان الفضائية، فكل يوم يزيد عبير هذه القناة، فما أتوقع أنه راح ينتهي عبيرها بوجودكم أنت وأساتذة أجلاء. لاحظي لور أن ما شاء الله يعني فيصل حلو الكلام، يقول يعني عنده من الكلام المعسول. حاشا لله، أنا قاعدة اليوم قاعد ما بيكم قاعدة أتكلم هذا الشيء، ما بيكم. ما شاء الله عليكم. رح نستكمل حديثنا، ولكن قبل اسمحوا لنا ننتقل عن زميلنا سليمان ونرجع من بعدها لنستكمل الحوار مع ضيفي لليوم، أن فيصل العامري وأيضا خليل الرواحي. خلوكم معنا. رجعت هذه المرة وأكيد معايا أطفال هنا موجودين معنا في الجراند مول. خليني في البداية أتعرف عليهم ونسألهم عن كيف تجهزوا للعيد، ويلا نبدأ مع أول واحدة. شو اسمك؟ حفيظة. من وين؟ من عمان. من عمان، انزين احنا بعد من عمان، انت من وين من عمان؟ من مسقط. من مسقط، يا سلام. وانت شو اسمك؟ عليا. عليا من وين؟ من عمان بالسويق. من عمان بالسويق. وانت شو اسمك؟ حسناء. حسناء. حسناء مبسوطة؟ ايوه. انزين وانت صف كم تروحي؟ رابع. صف الرابع، يا سلام. وانت شو اسمك؟ خديجة. خديجة، انت بعد من وين؟ من عمان. من عمان من وين؟ من مسقط. من مسقط، تمام. انت تجهزتي للعيد؟ نعم. خلصت اشتريت الحاجة؟ باقي الجوتي. باقي الجوتي، انزين. وانت؟ ايش؟ جاهزة خلاص للعيد؟ ايه. طيب، وانت اشتريتي كل حاجة ولا بعد ناقصك شيء؟ كل شيء، بس شوية زيادة ملابس. بعدك تبي زيادة ملابس؟ ايوه. انزين، وانت كيف جاهزة للعيد؟ خلاص كل حاجة مشترية؟ ايوه. انزين، ما ناقصك حاجة؟ نعال. نعال ناقصنك؟ ايوه. انزين، وانتو خلاص مبسوطين هنا انكم في الجراند مول؟ ايوه. انزين شو اكثر شيء حبيته في الجراند مول؟ انا شايفينكم قاعدين تسويوا حاجه. السينما. السينما، انزين. طيب بعدين بنصور مع بعض ولا لا؟ نعم. طيب اكيد الاطفال كذا فرحه ايام العيد تبدا الان من خلال الاستعداد، هم الاطفال اللي موجودين معنا، وايضا نحن نقدم لهم عيديتنا، وهي عباره عن كوبون شراء من جراند مول. أنا وصلت لختام الحلقة وهذه الأمسية هنا من ليالي مجان، إن شاء الله نلتقي يوم غد. لكم هذه تحياتي، سليمان الرحبي.
المقدم ايضا مذيع. نعم. لكن المذيع احيانا يكون غير يعني يختلف بعض الشيء. ممكن لكن انه باصرار انه هذا الدور لك. لكن مسؤوليه مباشره للفنان فانا ما لي علاقه. وانا مستعد اي شركه انتاج تجي ويقول لي هذا نصي اطلع له كل النقاط الضعف اللي فيه. عندك شركه انتاج تكون من البطل وتجيب اخوانك وتجيب اولاد عمك وتجيب اولاد خالك كلهم بيشتغلوا بالمسلسل. شاب يقدم هيك برنامج مش امرأة. لأن ما شاء الله يعني كل واحد يعرف يجاوب يعني على قد السؤال وأكثر. متابعينا عبر قناة مجان أهلا وسهلا فيكم أكيد بحلقتنا لليلة لليالي مجان بالنسخة الثالثة ومع ضيوفنا أيضا المتواجدين معنا بالستوديو. وبكلمة أخيرة رح أختم معهم بسبب ضيق الوقت. فيصل العامري شو بتتمنى بالحياة؟ أتمنى على صعيد الإعلام يتمنى أقدم رسالة طيبة خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى والله يقدرني وأطلع بشكل وايد حلو يرضي ذائقة المستمعين يرتقي إلى هذا المشاهد الطيب اللي قاعد اليوم. المشاهد ترى اليوم ناقد، المشاهد اليوم مثقف، المشاهد اليوم متتبع. صحيح. المشاهد اليوم يعرف الصغيرة والكبيرة. ما ممكن تستغفل اليوم مشاهد وتقول أنا راح أقدم مادة أي مادة وينقد الآن. طبعا يقعد ينتقد ويقعد يقول وحتى على الملابس ممكن له وجهة نظر. صحيح صح ولا لا؟ أنا أتمنى عشان ما أطيل عليكم أنا استمتعت كثير وتشرفت وأني أنا أكون موجود اليوم ما بينكم أساتذة وأخوان أعزاء. للأمانة استمتعت من خلال الدعوة الكريمة من الأستاذ الرائع. على فكرة أنا بديت مع بدر أول برنامج وأول كلمة قال لي إياها اطلع عن عباءة خالد الزدقالي يا فيصل، اطلع عن خالد الزدقالي. ودائما دائما كان يقول لي هو ما في شيء غلط ان انت تكون يعني ما مش تقلد ولكن يعني تستقدي بهذا الانسان الرائع ولكن يكون عندك طابعك الخاص وهذا اللي احنا نشوفه. للامانه لا اساوي ظفر من ظفور خالد زدقالي، واذا وصلت الى مرحله خالد زدقالي فوصلت للهدف اللي انا اتمناه. فكل التوفيق لكل الاخوان في هذا المجال الاعلامي. شكرا لك. خليل بالنسبه لك كلمه اخيره. والله طبعا اتمنى في المستقبل ان اقدم يعني برامج هادفه من خلال طبعا دراستي الاكاديميه كوني اذاعه وتلفزيون اعلام بالاضافه الى تجربتي البسيطه. اتمنى ان شاء الله يعني في الايام القادمه او في المستقبل ان اقدم برامج هادفه تسهم في الساحه الاعلاميه وطبعا ايضا اثمن جهود كل من يحتضن هذه الطاقات الشبابية، كل من يحتضن القدرات الشبابية في مجال الإعلام. وكل عام والجميع بالخير وأنا طبعا كنت سعيد معاكم وأيضا وجه شكري طبعا للأستاذ بدر المعشري. احنا أسعد أكيد. نحن كمان نشكر حضوركم معنا نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. مشاهدينا الكرام لهون بينتهي المشوار الليلي، موعدنا رح يتجدد بكرة. قبل ما أختم بدي وجه تحية خاصة لأم سامي ببيروت عم تحضرني بهيدي اللحظات. بدي لها مساء الخير أم سامي وبتمنى تكوني مستمتعة معنا ومع برنامج ليالي مجان. وبترك الكلمة الأخيرة للزميلة هيام. شكرا لك لور، شكرا طبعا لكل الضيوف اللي كانوا معنا في هذه الحلقة، كانوا ضيوف خفاف وجدا استمتعنا معهم وبالفعل نتمنى لكم كل التوفيق. نشكر زميل سليمان وجميع طاقم العمل ومشاهدينا اللي تابعوا حلقة اليوم ونقول على أمل أن نلقاكم بكرة في نفس الموعد من 9 إلى 10:30 من نفس المكان مسقط جراند مول. مع السلامة.